السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم احمد خلاب مشان شرحنا النهارده. الناس اللي مش عارفه تحدث متصفح جوجل كروم على الكمبيوتر بتاعها، جايب لك طريقه سهله وبسيطه من خلالها تقدر ان انت تحدث متصفح جوجل كروم لاخر اصدار. تابع الشرح ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد خلاف. وزي ما قلنا في المقدمة، أنا جايب لك النهاردة طريقة تحديث متصفح جوجل كروم، تمام؟ ولازم إن أنت تتأكد إن أنت عندك أحدث نسخة باستمرار، أو تعمل أبديت باستمرار لمتصفح جوجل كروم، لأن الموضوع ده بيفيدك في أمان حساباتك، تمام؟ وكمان بيفيدك في سرعة الإنترنت، بيفيدك في حاجات كتيرة كمان، بتشوف إيه المميزات اللي بتطرحها جوجل كل مدى أو كل فترة بتعمل تحديث. طبعا بتلقى فيه مزايا، بتلقى فيه مزايا كتير في المتصفح مع كل تحديث، تمام؟ لأن التحديث ده بيصلح أخطاء كانت، تمام؟ فبيعدلها للأحسن كمان. فأنا نتعرف مع بعضينا إزاي إن احنا نوصل للأبديت، نحدث المتصفح بطريقة سهلة وبسيطة وبدون أي برامج خارجية من خلال المتصفح نفسه، تمام؟ كل اللي انت هتعمله هتبدأ تدخل على متصفح جوجل كروم. من هنا كده أنا هبدأ أعمل أو أفتح تاب جديد، تمام؟ وهدخل للثلاث نقط الموجودين فوق دول، هضغط عليهم وهنزل لتحت كده من نفس الشريط ده، هضغط على كلمة هيلب ديت، هتطلع معايا القائمة المنبثقة، اضغط على كلمة اباوت جوجل كروم، اوتوماتيك هو بيدخلك على قائمة او تحديث بتاع جوجل كروم. لو جاب لك علامة صح زي كده يبقى ايه، انت كده امورك تمام والمتصفح متحدث عندك على اخر اصدار. لو رجعنا تاني كده ولقيت علامة صح ديت، يبقى انت عندك احدث نسخة. لو لقيت كلمة ابديت او تحديث، لازم تعمل التحديث دوت وتستنى لحد ما يحدث معاك المتصفح زي ما احنا ما قلنا، لانه يكون في امان اكتر ومميزات اكتر، وكمان التحديث ده بيحل مشاكل او عيوب بتكون موجودة في المتصفح، تمام؟ احنا كده اتعلمنا او عرفنا ازاي ان احنا نحدث جوجل كروم بكل سهولة وبساطة. وبعد ما تخلص الخطوات ديت وتحدث متصفح جوجل كروم بالطريقة اللي احنا شفناها مع بعض ديت في الفيديو بتاعنا، ابدأ اطفي اللابتوب او الكمبيوتر، اعمل له ريستارت او اعادة تشغيل، تمام؟ عشان خاطر التحديث يبقى تمام كده معاك، اشتغل بكامل فعاليته على الجهاز بتاعك وتقدر تستفاد من التحديث ده. وانا بشكر حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعة. ما تنسوش تضغطون لايك اذا عجبكم الفيديو عشان خاطر نقدم لكم مزيد من الشروحات، فتابعونا عشان خاطر نقدم لكم مزيد من الشروحات. وكان معكم أحمد خلاف، والسلام عليكم.